بعث سمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الخيريه وشؤون الشباب رئيس مجلس امناء المؤسسه الخيريه الملكيه برقيه عزاء الى فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف تضمنت خالص العزاء واصدق مشاعر المواساه في وفاه المغفور لها باذن الله تعالى شقيقته سائلا سمو الله العلي القدير ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويلهم أهل الفقيدة الصبر والسلوان وحسن العزاء ويجنب الأسرة الكريمة كل مكروه ويمتعهم بموفور الصحة والعافية وطول العمر